مساء الخير جميعا. مساء الورد. اهلا اهلا. اهلا مساء النور. العافية نرمين. الله يعافيكي. سامعيني منيح؟ اوكي. اعتقد حنستنى كمان لحد ما يجي كمان مشاركين ونبلش. اي ثينك ان 10 دقائق بكون تمام. اوكي ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلي. احكوا لي اذا شايفين الشاشه وكل شيء تمام. روعه. اذا تمام. اهلا وسهلا في اول تريننج سيشن للهولوجرافي. المحاضره اليوم او الحصه اليوم اكشلي حتكون انتدكتوري، تعريفيه بس ايش راح نعمل، فمش راح تكون كتير طويله، حندخل بالجد لقدام. فحبه حبه الانتدكتوري سيشن راح نحكي فيها شو حنسوي، ايش الكونتنت بالضبط، راح ندخل اكثر بالديتيلز للمشروع اللي راح نسويه نشتغل مع بعض وهكذا. بس اول شيء مين الترينر، يعني مين انا؟ اوكي، مين راح يعطيكم هذا الكورس؟ فانا المهندسه نرمين مرجي. انا تخرجت من الجامعه الالمانيه تخصص الهندسه العماره اركيتكتشر بامتياز، بعدين خلصت ماسترز ماجستير بسبيشال بلاننج برضه من الجامعه الالمانيه بامتياز. حالياً عم بعمل دكتوراه في Humans and Technologies specifically specialization in games and gamification وdesign of virtual space في فنلندا. المشاريع اللي اشتغلت عليها خلال الماجستير هي اللي خلتني أدخل أكثر بمجال Information Technology والCommunication Technologies، يعني دخلت أكثر في IT ودخلت أكثر في Augmented Reality Development والفيرتشوال رياليتي ديفلوبمنت. فمن خلال الماجستير دخلت الموبايل اوجمنتد رياليتي بالاربن ديزاين في التعليم، وصممنا كورس كامل الطلاب عملوا شغلهم والتصاميم كلها نزلت على ارض الواقع من خلال الفيرتشوال رياليتي من اوجمنتد رياليتي. فانت بتمشي في السايت، اذا بتعرفوا هذا الموقع هو مجمع رغدان عند المحطه. ف بيسكلي كانوا يعملوا المشروع ينزل في السايت وورلد سكيل، فانت بتشوفه على ارض الواقع قبل ما ينبنى. غير ذلك كمان اشتغلت على مشاريع اخرى، كان منها برضه مشروع سيل عمان. فكانت الفكره منه انه ايش نعمل، تخيل سيل عمان او جرينر فيجن لمدينه عمان لو السيل ما انطمر،
أو لو ما تعمر فوقه. فكانت برضو بنفس الطريقة World Skill Augmented Reality، نعمل development وتصميم مختلف كلياً حلول لمياه الأمطار، ونعملت على أساس Augmented Reality كده أنت تنزل على حديقة رأس العين وتشوف الديزاين بهاي الطريقة World Skill. فهاي نبدأ عن إحدى المشاريع اللي اشتغلتها والأشياء اللي my experience في هذا الموضوع. نكمل هلأ، فروح نبلش نتعلم اليوم عن Holography و AR VR development. طب why should we learn about holography and AR VR development? I think we all agree إنه the future is not only physical, it will extend beyond the confinement of what is physical or the physical context وراح يتمدد لل virtual realm. The future is virtual. يعني إحنا بنلاحظ هلأ كل حدا أغلب المدارس حتى يعني عم تبلش تدخل أكثر في موضوع ال virtual reality، عم تدخل أكثر في موضوع augmented reality، عم نشوف تطورات يعني عظيمة وسريعة جدا، يعني there are rapid developments في هذا المجال. واللي هيئ الموضوع أكتر هو الpandemic اللي صار، يعني كوفيد كانت نقلة غريبة عجيبة، سرعت أكتر الانتقال للأونلاين وورلد. فصرنا يعني إحنا زمان قديش كان في ناس تعمل فيديو كونفرنسينج أو تجتمع على زوم؟ قليل كتير. خلال هاي النقلة هدول السنتين اللي مرت زوم يعني تفجر، فبيكام يعني الفيديو كونفرنس صار necessity في حياة الإنسان، صارت يعني كل واحد ينتقل على العالم الافتراضي. حتى فيسبوك أعلنت متى، بلشوا بدهم يسيطروا على الميتافيرس اللي هو الواقع المجال الافتراضي، العالم الافتراضي اللي that operates على parallel level من الفيزيكال level إحنا مشتغل فيها. فصار يعمل concerts، الكريبتو كورنسي عم بتسيطر، الاقتصاد نفسه صار يصير virtual على blockchains، الادفيرتايزمنتس كلها صارت تصير هيك، الاكسبيرينس صارت تنعمل على واقع اخر افتراضي. فاحنا شايفين وين احنا عم نتجه، شايفين العالم وين عم بتوجه. ف وي نيد تو هاف ذا سكيلز انه احنا مش بس تو كونسوم هاي الاشياء، احنا كمان ندخل المجالات اللي احنا متخصصين فيها في هذا العالم، تو هاف ذا سكيلز تو ديفلوب وتو كرييت اند كونسوم هذا الكونتنت اللي عم بيصير. فعشان هيك it's important هلأ مش بس لإحنا الأجيال والأجيال القادمة إنها تدخل في هذا المجال من بأسس مبكرة، يعني المدارس تدخل هذا الشغل وإحنا نحاول قدر الإمكان إنه نواكب هاي التطورات. ف we should learn about holography or VR development عشان نستمر في يعني من we won't be left behind، خاصة في مجالات الديزاين، الاركتكتشر، الحفاظ المعماري، conservation, reconstruction, archaeology, tourism، يعني كتير إلها دور وإلها مجال واسع أنها تكبر في هذا الواقع. فندخل على الكورس نفسه، الـ content of this course. أهم إشي بهذا الكورس إنه يكون عندنا motivation، يعني بدنا نكون كنا متحمسين وكنا بدنا نتعلم وكنا مبسوطين والحياة سعيدة، تمام؟ حيكون الكورس الهدف منه يكون ممتع أولاً وتعليمي ثانياً إنه نستفيد، وأهم إشي إنه try our best to develop high skills. يعني راح ندخل في كتير أشياء وراح نتعلم كتير tools وراح ننتج products نقدر نستعملها إحنا، وتقدر تدخلها أنت في مجالك في شغلك بشكل كتير سهل. ف you'll have the skills to actually create virtual content. ف إيش راح نسوي؟ We will create أول شيء راح نعمل MP4 format animations لholographic fans. الهولوغرافيك فان اللي راح ندخل فيها أكتر ونشرح عن السيستمز والتولز المستعملة للهولوغرافي. هذا أنيميشن بسيط لتر ينعمل بعشر دقائق، راح أعلمكم كيف تعملوا هيك أشياء، how to import 3D models، كيف نتعامل معها، الإضاءة، التكستشرينج، كيف تعمل تيرن تيبل أنيميشن، كيف تعمل تحرك الكاميرا بطريقة معينة لحتى تعمل أنيميشن لطيفة لما تحطها تعمل فيها exhibition أو تنحط بهولوغرافيك exhibitions تكون واضحة وcaptivating للناس. فبهذا الاشي راح نشتغل بسوفتوير اسمه بلندر، وراح نعمل راح انا اوفر لكم 3D models واحكي لكم ما بتقدروا تجيبوا 3D models، واذا عندكم اصلا السكيلز you can actually produce your own 3D models we can animate them together ونعملهم بطريقة انها تنعرض على الفان. فراح يكون هذا الشغل يعني جدا ممتع وخفيف لطيف وبسيط، يعني حتى لو مش كتير تستعمل انت الكمبيوتر حيكون كتير، يعني حاول أبسطه بأكتر شكل ممكن حتى تقدر تتابع مع التريننج و you'll be capable of producing such experiences. الإشي الكمان حلو كتير
وأنا متحمسة عليه وأظن أنتم رح تتحمسوا عليه كمان، هو إحنا we will create our own 3D models with photogrammetry. يعني أنت هلأ مش بحاجة لليزر سكانر حقها 60,000، مش بحاجة لكاميرات عظيمة، أنت بحاجة لسوفتوير مرتب أوكي، وبحاجة لموبايل، موبايل فيه كاميرا، أسيوم أن الموبايل كاميرته جيدة أوكي. We will capture 3D objects من الانفايرمنت تبعتنا. فأنت مثلا ممكن تجيب تمثال عندك بالبيت أو كاسة أو إشي بتحبه، any object that you like، حنتعلم كيف نقدر نصوره إحنا بالتليفون، كيف تكون الكابتشرينج صحيح الزوايا، وراح ندخل هاي الصور على هذا البرنامج، راح نعلمكم كيف تستعملوه، وبالآخر حيطلع معنا 3D object، digitalize ال 3D object اللي أنت موجود عندك في الواقع. هذا ال 3D object راح نتعامل معه طول الكورس، نقدر نطور عليه ونضيف أشياء تانية كمان مختلفة عليه. فأنت هيك بصير عندك السكيلز إنك تكريت 3D content، وإنك تعدله، تعمل مش من simple images أنت صورتها بالتليفون، you can transform them into holographic projections. وغير هيك أنت بتقدر برضو تعملهم بAR VR experiences، تقدر تحطهم بVR environments أو بتقدر تحطهم AR. فبرضو راح أعلمكم كيف تعملوا هذا الإشي. كمان شغلة كمان لطيفة، راح ندخل شوي basics بUnity، مش هندخل كتير فيه، بس نستعمل بس software development kits أو plugins تسمى، اسمه holocam، وفي واحد تاني اسمه holopix. هدول شايف كيف الشاشة اللي عم بتصير على الشمال، على الشاشة نفسها أنت بتصير الويب كام، الكاميرا تبعت الموبايل ديتكتس راس البني آدم، فأنت لما تتحرك شمال بتشوف السين جوا كأنه في depth، كأنه في عمق في هذا الـ environment. فأنت بتقدر تعمل تحف، بتقدر تعمل أي object ممكن تعمله، أي environment ممكن نسويها مع بعض، وأنت بتقدر تشوفها تعطيها هذا الـ virtual depth، هذا يعني شبه خدعة بس لكن جميلة، أنه بتعطي عمق في الشاشة. أنت يعني عم you're projecting، عم تعمل hologram على شاشة لابتوب أو تليفون أو كمبيوتر عادية. الholopix راح نتعلم كيف نعمل بشكل سريع جداً. إذا شفت تتذكروا السيشن الماضي كيف لما ورجينا الأوبجكتس اللي بتكون على أربع كاميرات وبنحط فيها الهرم في الوسط، الهولوغرافيك بروجكشن على البيراميد، راح نستعمل نفس الطريقة، راح نعمل هذا الكونتنت، مش بس أنه نفتح فيديو من يوتيوب ويكون أصلاً جاهز، لا، إحنا راح نعمل هذا الفيديو اللي على اليوتيوب اللي راح يعكس لنا هولوغرام في وسط الهرم. فبرضو هاي سكيلز كتير جميلة إنكم واحد عنده إياها، إنه يقدر يطور هاي الشغلات، ومو كتير موجودة، يعني مو كتير ناس بتعرف تعمل هذا الإشي. بعدين راح ننتقل أكتر على، راح نعمل مع بعض simple AR experience، يعني 3D model that we produced راح نحوله لهولوغرام، we will bring it to life، أوكي؟ راح نحطه بالliving room، يعني we will bring your holograms to the living room. راح نستعمل زي ما بدكم بوقت المرور الكورس لما نوصل لهي المرحلة، حنشوف إذا أنتم مناسبكم يونيتي، إذا حسينه بسيط وسهل ولهلا الأشياء لطيفة تمام، إذا حابين تشتغلوا أشياء على الويب برضو تمام، من هون لوقتها الله بفرجها، بس خلينا بس نوصل لهناك أظن حتكون الأمور بسيطة وحيكون الموضوع سهل وحنقدر نعمل هذا الإشي بكل سهولة إن شاء الله. بعد ذلك راح ندخل أكتر بإيش تصميم الانترفيس، اليوزر انترفيس. أنا بس أعمل أي product أو أي application أنا عم بصممه لtarget audience، لusers راح يستعملوا هذا الإشي اللي أنا عم بصممه. فعشان يستعملوا لازم يكون في واجهة يتفاعلوا معها. أي app أنت بتستعمله فيه كبسات، فيه screen، فيه interaction، فيه notifications، فيه مرات haptics، إذا بتكبس كبسة برج التليفون، إذا تعمل إشي غلط برج، إذا تعمل إشي صح. ففي أشياء كتير ممكن واحد يفكر فيها لما يفكر يعمل app أو يفكر يعمل experience. فإحنا رح ندخل بشكل بسيط في البيسكس تبعت يونيتي، كيف نعمل نصمم graphical user interface لأي فكرة أنت ممكن تخطر لك، أو حتى للمسابقة اللي عملتها دائرة الآثار، يعني أي فكرة أنت حاب تعملها حيكون عندك السكيلز إنك تسوي إشي كامل from A to Z. ف يعني it will develop your product and it will give it هاي polished finish. الإشي اللي بدي أحمسكم كتير عليه، بعرف الكل حدا بيحب الجروب ووركس، بمزح، you will have a final project، تمام؟ يعني حيكون مع هذا الكورس في final outcome، يعني مش بس رح نأخذ ونجرب، رح طول البروجكت حنكون عم نشتغل على إشي، وبالآخر وإنتوا مش حاسين أصلاً على حالكم حيطلع معنا outcome، حيطلع معنا product، وإنتوا I'm hoping إنه تكونوا مستمتعين throughout the process and I'm certain you will. So you will get the chance to develop your own ideas with all the assistance and guidance that I can provide personally.
و you will work in groups. هاي الفكرة إنه نشتغل مع groups لأنه إحنا عندنا أكثر من شخص من multiple disciplines. ففكرة أنت إيش شايفه ممكن شخص ثاني يشوفه بطريقة أخرى. ف it will you will help they will help you. هذا الكولابوريشن راح يساعد في تطوير الأفكار اللي عندنا. وبالآخر حنطلع في concept اللي هو راح نقدمه على أساس إنه هو final project. والفاينل بروجكت هذا على وقتكم بالآخر وحسب السكيلز بتعلموها بتاخدوها من التريننج كورسز تقدروا تطوروها. You actually develop your own applications, your own software, your own tools وبتقدروا تعرضوها استثمار تتقدموا فيها للمسابقة anything you feel like doing hopefully it will be for your benefit. إذا فكرتوا إنه خلصنا لا مش بس هيك. If you thought that's it, no, we will have one last collaborative session, development session رح نعمل فيها مع بعض على زوم أونلاين. حتاخذ السيشن تقريبا ساعة ماكسيمم ساعتين. رح نعمل virtual exhibition يعني virtual environment. هاي الانفايرمنت تقدر تحطوا الشغل اللي اشتغلناه كل الفصل نقدر نحطه فيها فنحطها على الويب على الويب سايت ويو كان اكشلي جو على لينك تفتح عليها بتفوت على هاي الانفايرمنت تمشي فيها بالكمبيوتر بالتليفون VR anything you feel like. حيكونوا التولز وال 3D models اللي طورتوها وعملتوها بالفوتوغرامتري any products that you made حيكونوا معروضين على أساس إنه virtual exhibition لهذا الكورس بالذات for you can present your outcomes. فحيكون إشي جميل جدا وكل حدا حيكون شغله يعني موجود والoutcome موجود وبتقدر تورجوه ل any people you want to show them to يعني something to be proud of إنه إحنا سوينا هذا الإشي ونشرناه كمان. فحيكون عنا هاي الفيرتشوال اكزيبيشن والشوروم رح نعملها بالآخر مع بعض. التولز أهم شيء هلأ يعني استعدوا get ready stay motivated. أوكي السيشن هاي introductory يعني هندخل هلأ أكتر بالسيلابس مواعيد الكورسز كيف نظام الشغل شو الأسايمنتس اللي حتكون موجودة. حيكون في واجبات هومورك صغيرة جدا يعني حتاخدكو تقريبا 10 دقائق بس الفكرة منها إنه إحنا بس مش بس نأخذ المعلومة إحنا نأخذها ونطبقها عشان ما ننسى لأنه إذا بس بنتابع خاصة في هيك كورس لما يكون practical لازم تطبق أول بأول حتى لو مش أول بأول يعني كل يومين ثلاثة حاول افتح الابليكيشن حاول سوي إشي وقتها أنا بضمن إنه أنت خلاص you definitely got the skills. حنتعلم شوي على بلندر بس عشان ندخل المودلز نحركها شوي نعمل export لل MP4s. حنتعلم على مشروم اللي هو open source software free هذا من خلاله انت بتقدر تعمل الفوتوغرامتري يعني تصور اي قطعة في البيت اي قطعة انت حاب تعملها 3D model دخلها على هذا الابليكيشن في عنده AI algorithm لحاله بيعمل لك اياها مش بيعمل لك اياها 3D model. حندخل شوي في Unity حنتعلم زي ما قلنا simple AR experiences حنعمل ال virtual environment virtual exhibitions حنتعلم شوية SDKs تبعت الهولوغرافي. بعدين عندنا الفوفوريا. فوفوريا هو عبارة عن plug-in software development kit اللي هي SDK تنحط في Unity كتير بسيطة وتساعدك على أنك تعمل حتى advanced augmented reality experiences. فإحنا رح ندخل في هاي البيسكس وهاي البيسكس are enough يعني مش نحكي أن أنا بس بعرف شوي هيك شوي لا they are enough أنك تعمل literally any idea that you get يعني بتيجيك بمخك حاب تطبقها these are more than enough. فإن شاء الله يعني we will get into these topics وحندخل فيها واحدة واحدة. فعشان نذكركم ونعطيكم overview إنه what is hologram technology شو هي الهولوغرافي. الهولوغرافي إحنا شفنا كتير بالأفلام إنه بيطلع فجأة مجسم هيك من ضوء volumetric وبيصير يحكي معك أو بيطلع لك مجسم هيك شاشة وبصير أنت تتعامل معها بإيديك ويعني بيكون كأنك أنت تتعامل مع الفراغ بس it interacts with you. فالهولوغرافي in simple terms هي عبارة عن هي photographic technique طريقة في التصوير بتسجل ضوء أوكي ضوء that is scattered من object. فبيستعملوا lasers ضوء معين عنده frequency الليزر لازم يكون ليزر لأنه الفريكونسي تبعته موحدة اتجاهها موحد بيتم إسقاطه على object هذا الضوء it scatters من الobject بنتشر بتناثر ويتم تسجيله على فيلم زي ما انتم شايفين هون. فلما تسلط عليه ضوء راح اشرح لكم اكثر لما تسلط عليه ضوء بريكونستراكت بيرجع بيبني نفس الجسم اللي سجل عنه انعكاس الضوء. فهاي هي الفكره تبعته ريبرودوسز الثري دايمنشنال اوبجكتس بدون سبيشال اكويبمنت
يعني أنت بتشوفه قدامك إنه 3D بدون ما تحط glasses، بدون ما تلبس head mounted display زي VR and so forth. هل هناك volumetric hologram زي ما بنشوفه بالأفلام؟ So far مو كتير، بس yes أخيرا اكتشفوا طريقة اللي هي light field technology، رح ندخل فيها أكتر. هي عبارة عن شاشات برضو بتعكس لك الضوء بطريقة إنها بتخلق لك solid light object، هو object مجسم مصنوع كليا من ضوء. تقدر تتعامل تتفاعل معه؟ لا، في طرق تتفاعل معه؟ يس في طرق متفاعل معه، بس لسه ما طوروها. فإحنا رح ندخل في هاي البيسكس أكتر، حندخل بأنواع الهولوغرامز، كيف تنعمل، الساينس بيهايند إت أكتر، examples عليها، إيش الهاردوير والسوفتوير المستعمل. وحيكونوا السيشنز هاي الفوكست على الثيري والمعلومات نسبتها يعني تقريبا 40% و 60%، يعني 35 إلى 65% حيكون الريشيو، يعني حصة الأسد راح تكون للبراكتيكال سيشنز، يعني احنا راح نطبق وناخذ شوية ثيري نطبق، ناخذ شوية ثيري ونطبق وهكذا. فهاي كانت اوفر فيو سريعة عن ايش الهولوغرافيك تكنولوجي. استعمالاتها عديدة، حاليا كتير عم تستعمل في الادفرتايزمنت، يعني اذا بتروحوا على الصين او على اليابان اوكي حتلاقوها everywhere، كل محل حط لك هولوغرافيك فان زي هيك وبيعرض البرودكتس تبعونه. على الواجهات حيكون في 3D displays. في الطب لسه it's under development بس it's rapidly developing الهولوغرافيك تكنولوجي في مجالات الطبية والمجالات العسكرية. عندنا هنا الهولوغرافيك تيبل عم بيشوفوا فيها المواقع العسكرية وبيخططوا لها الاستراتيجيز، أفضل روت، أفضل حركة، ارتفاعات المباني and so forth. عندنا كمان for entertainment، يعني كتير صار عندنا عروض بيستعملوا إيش الghost pepper effect اللي حكينا عنها وحنرجع نحكي عنها كمان مرة شو هي، كيف عملوا أم كلثوم، هي projection انعكاس على شاشة أنت ما بتشوفها، بيبين كأنه المجسم أو الشخص موجود هناك actually. هون عندنا هاي بتكون عبارة عن مش على شكل سيلندر وبنعكس عليها وبيبين في الوسط عندنا مجسم 3D. هنا حاطين لك فيل، في سيشنز حطوا فيها ديناصورات، في سيشنز حطوا عليها أشياء كتير عجيبة وغريبة. عندنا آخر شيء الهولوغرافيك كونزرفيشن وماني مور الهيريتاج كونزرفيشن، وفي استعمالات أخرى كتيرة. بالهيريتاج كونزرفيشن لها دور كتير كبير، خاصة في الأكزيبيشنز، في قطع يعني خاصة بس بدك تعملها reconstruction أوكي تقدر you can project it، هذا reconstruction you can project it in a holographic manner على هاي القطعة. قطعة مش موجودة مثلا في هذا المتحف، موجود في متحف ثاني، it can be projected في متحف اللي مثلا موجود فيه. The excavation sites اللي انوجدت فيها هاي القطعة it can be projected محل ما وجدت هاي القطعة في المتحف خلال holographic techniques. يعني في لها كتير مجالات وإحنا راح ندخل فيها أكتر في مجال الهولوغرافيك تكنيكس فور أركيولوجي، وحنتعلم أكتر إنه كيف إحنا نعمل هاي الأشياء بإيدنا. تمام؟ سيرفي تايم، مفاجأة عشان نبلش هذا الكورس، عنا سيرفي رح أبعت لكم اللينك تبعها، وأنا رح أبعت لكم هذا البرزنتيشن كامل عشان دائما يكون عندكم هاي اللينكس. اللينك الأول اللي هو للسيرفي، هذا لازم كل حدا حاب يشارك في هذا الترينينج لازم يأخده، لأنه في عنا زي ما قلت لكم في عنا جروب وورك. مفاجأة الجروب وورك، راح نسجل لكل شخص راح يسجل اسمه، حيكون في كل جروب 4 أشخاص. أنا حعمل تسجيل مبدئي، بس إذا حدا بيعرف شخص وحاب يشتغل معه برضو يخبرني إنه أنا حاب أشتغل مع هذا الشخص، أنا حعطيكم اللينك وإنتوا بتقدروا تعبوا أسماءكم. إذا اللي مش عارف ما بتعرفوا بعض لسه، أنا راح أضيف الأسماء وتعرفوا على بعض. الشغلنا كله حيكون من خلال جوجل درايف. الجوجل درايف فيه فولدر خاص أنا عملته فيه السوفتوير اللي رح نحتاجه، فيه نزلت عليه هلأ بلندر، نقدر نعمله داونلود وإنستول. رح أنزل عليه مشروم بس نوصل السيشن تبعت مشروم، رح أنزل عليه برضو لينكس ليونيتي، ورح أحط عليه 3D models نقدر إحنا نتعامل معها. بالنسبة للسيرفي، يعني يفضل اليوم الكل يعملها، اليوم أو بكرة بحسب وقتكم، بس يعني أسرع وقت ممكن، لأنه على أساسها أنا راح أبني الكورس، راح أشوف إيش عندكم أجهزة، إيش بتقدروا مع أي بلاتفورم تتعاملوا، قديش السكيلز حالين عندكم، إيش حابين تتعلموا أكتر، what do you find relevant، what do you find irrelevant، وهكذا. على هذا الأساس أنا راح أكمل هذا الكورس، وراح أركز على أشياء أكتر من أشياء. فحبعت لكم البرزنتيشن، حبعت لكم اللينكس، وكل شيء حيكون موجود عندكم 100%.
هلأ سوف ننتقل إلى موضوع آخر، وهو خلينا نطلع من البرزنتيشن هون. احكوا لي إذا شايفين الشاشة، هلأ شايفين البي دي اف دوكيمنت المفتوح؟ نرمين نعم يس. ارجعي بلا ارجعي شوي، ممكن تحكي هذا سلايد بالإنجليزي؟ في عندك زميل أو زميلين يعني عشان يكون واضح لهم إيش بدنا نعمل هون. تمام أوكي. For this slide we have a survey for this training session. So there is a survey form that you have to fill. It's an initial survey just to understand your current capabilities. What kind of hardware do you have access to? What kind of computer? What kind of operating system? What kind of mobile device and so forth? Your current skills, what you're actually interested in learning, certain topics that you find relevant, more relevant, irrelevant. So I can actually focus the course more on what you want to actually learn. And then we will upload all the documents, all the 3D models, all the tools and software that we will be using throughout the training on Google Drive. And I will send you this entire presentation, including the links. So you can have access to this at any time. The Google Drive document, it will also have an Excel sheet for you to sign up your names for the group work. So if you already know someone from the group who is participating in this training course, you're welcome to work together. If you don't, I will assign some names randomly. The groups will consist of 4 people each. So we will have, if we have around 20 participants, we will have around 5 groups. Each group, like, there are some tasks that will be targeted towards individual work and some tasks that will target group work. All tasks will be quite simple. They will take around 10 minutes to do. The whole point of it is to actually practice what you learn. So you actually develop the skills that you want to develop throughout the course. That is the basic idea behind the slide and the links and the forms. And now I will move on to... Okay. I think you need to send all this to the presentation and this part to the WhatsApp group. Definitely. I'm also interested, maybe the people who are not attending might be interested to see the presentation, and also maybe next time they will join us. Okay. Yeah? Okay. Yeah. No problem. Thank you. Yes. It's important that when you sign up for this session, like when you sign up for this training, I would like you to commit to it, because it will all be based on top of each other. So when we develop in one session, when we create our own 3D models, you will have to have that 3D model to actually move on further with the training sessions and so forth. In any case, if someone decides to enter halfway through, we will try to work through that and we'll try to integrate them into one of the groups. But preferably between today and tomorrow, we will have a more clear idea of who are the participants and the level of commitment they are willing to give to this training session. This presentation will be provided on the WhatsApp group and via emails. And at any point, you can email me personally and I will provide you with any links or missing data that you want to have access to. So let's go back to the syllabus, the course outline. شايفين السكرين البي دي اف دوكيمنت اللي فتحيته؟ Yes? No? Yes, Narmeen. Thank you. ممتاز. تمام. هلأ رح ندخل بمور ديتيل بالضبط إيش رح نعمل في كل سيشن في كل دقيقة وشو طبيعة الأسايمنت المطلوبة، والأهم من ذلك كيف رح نسلمهم. أوكي؟ هل رح نعملهم أبلود على جوجل درايف؟ هل رح نبعتهم إيميل؟ لا. الطريقة التسليم كتير أبسط من هيك، والأسايمنت كتير بسيطين، بس أنا بضمن إنهم رح يحققوا الهدف من الكورس والترينينج. سيشن 1 اللي احنا فيها اليوم هي تقريبا حتكون ساعة يمكن اقل. زي ما قلت فيها syllabus introduction, holography overview, رح نحكي عن group formation، وحنحكي عن final project discussion، حنحكي عن شو المشروع النهائي.
هلا زي ما قلت لكم participants will be required to fill a survey at the beginning of the training sessions. راح أوفر لكم إياها فيها معلومات بسيطة زي ما قلت لكم عشان نكمل هذا الكورس على أساس أنتوا شو حابين تتعلموا أكثر وشو السكيلز وشو الأدوات المتوفرة أصلاً لكم. بكرة yes tomorrow حندخل شوي بالجد أكثر, حندخل in what is holographic projection, حندخل في تعريفات utilized hardware, examples, tools and software المستعملة, وحنحكي في assignment one, إيش أول واجب موجود علينا. الواجب assignment إنه you have to share one example per group on the use of holography and what tools do you think were used. يعني إحنا رح نتعرف على إيش ال holographic exhibitions وشو التول المستعملة. ال assignment إنه إحنا نلاقي example على الإنترنت ونحكي إنه I think they used مثلا holographic fans أو I think they used hollow box أو I think they used the looking glass and so forth. فإحنا راح نتعلم إيش هاي tools وح we will share one example that you find interesting شخصيا يعني كجروب. Submission format هاي حتكون لطيفة, كل جروب راح تعمل تويتر account, حيكون في تويتر account إلها اسم خاص. هلا بحكي لكم إيش الأسماء المقترحة وبتقدروا تختاروا أي اسم بدكم إياه. منها حتعملوا بوست للإكزامبل هذا, just upload the image وتاج iHeritage, that's it. المحاضرة اللي بعدها رح نحكي عن الإكزامبلز اللي you shared ورح نتناقش فيهم إنه هاي كيف انعملت, شو السوفتوير اللي استعمل فيها, شو التولز وهكذا. السيشن اللي بعدها حندخل أكتر في holography in specifically heritage conservation and virtual reconstruction. أول شيء حنبلش discussion بالassignment, بعدين راح نقدم لكم latest techniques بالهولوغرافي واستعمالها بأركيولوجي, heritage conservation and reconstruction. حوالي حتكون 20 minutes هي حكي theoretical session. بعدين راح ندخل في practical session for 30 minutes. حيكون عنا introduction لكيف نعمل holograms بMP4 format عشان نشغلها على الهولوغرافيك projection fans using blender. فأنا راح أذكركم برضو يوم الأحد إنه إيش ننزل بلندر. هلا السوفتوير موجود على الجوجل درايف فيو كان انستولت من هلا, بس راح اي ويل ريمايند يو إنه انستولت لأنه المحاضرة اللي بعدها راح نفتح بلندر وراح نتعلم عليه. الأسايمنت تبعه كل جروب راح يختاروا 3D objects that I provided. راح أوفر لكم عدة objects 3D اللي بدكم إياه, نقوا واستحلوا اللي بيعجبكم خذوه. Install Blender, explore the interface. بعدين you make one post. That's it. بتورجوا إيش فيها monument في البترا. يعني نفتح على جوجل نكتب بترا monuments. بنقي monument عجبنا أو إحنا بنلاقي له أهمية تاريخية لنا كتير مميزة مثلاً. وبنحكي إنه هذا إحنا باعتقادنا راح يكون حلو لو كان hologram. بس عليكم إنكم تفتحوا to select an object in Petra. تحكوا إنه هذا لو كان هولوغرام it will be very special, ولو إحنا we can interact with it as a hologram حيكون إشي لطيف. منها بنبلش نهيئ إحنا وإيش ممكن نطلع بأفكار لقدام. في bonus activities, هاي راح اللي بيعمل bonus activities إله مكافأة بالآخر, حيكون الأول على الصف حط له نجمة. فهنا بنقدر اللي حاب يعمله هلأ بكير إنه apply techniques اللي تعلمناها بقدر يحاول يعملها ببلندر. يعني you will be able to do it, ممكن تحتاج شوية يوتيوب بس رح ندخل فيها أكثر. اللي حاب يسبق الصف يعني يشبح go for it. المحاضرات حتكون 3-5 تمام, إذا ملاحظين عم بعطيكم يوم فراغ استراحة نفس سووا اللي بدكم إياه, عيشوا حياة سعيدة. عندنا كمان session 4 حنحكي عن virtual artifacts. أوكي حندخل أكثر بإيش بholographic exhibitions and projections خاصة بالمتاحف. إحنا عارفين المتاحف إلها خصائص معينة, الإضاءة لازم تكون بشكل معين, كيف الهولوغرافي عم تنعرض في متاحف والهولوغرافي بحاجة إلى إضاءة خافتة مثلاً, كيف عم بيصير ميكس, في عنا ميكس هولوغرافي, في أشياء بيكون ميكس رياليتي هولوغرامز, بيكون القطعة الأثرية موجودة وعم بينعكس عليها كمان أشياء, فأنت كيف بتشوفها بشكل واضح, كيف أنت بتعمل أنيميشن لقطعة أثرية already existing, how do you project it على هاي القطعة الأثرية. فراح نورجي best practice و use cases بمتاحف حول العالم حوالي 20 دقيقة. في session 4 هون حيكون قمة في المتعة, راح نتعلم كيف نعمل photogrammetry و 3D modeling ومش production من 2D images بسيطة. فهون راح يكون session لطيف جدا, وأنا متأكد إنكم حتنبسطوا لما تشوفوا مثلا الكاس اللي عندنا في المطبخ فجأة صارت 3D model, حيكون لطيف
طيب هنا عندنا كل جروب راح ينقوا اوبجكت وسكان ات فروم ذير انفايرمنت. تقدروا تعملوها انديفيدجولي او كل جروب يقدروا يطلعوا اوبجكت واحد زي ما حابين. حندخل المش على بلندر وناخذ سكرين شوت وننزلها على تويتر. ذاتس ات. تاج اي هيريتاج شو كيس سكرين شوت. هون راح اعلمكم كيف تعملوا تخلوه يلف تيرن تيبل انيميشن، تصير الانيميشن تلف ونطلعها ام بي 4. مجرد ما نخلص سيشن 4 احنا صرنا عاملين 3 دي موديل، صرنا متعلمين نعمل بلند، نشتغل على بلندر، صرنا متعلمين نحط 3 دي اوبجكتس جوا بلندر. وي كان كرييت اور اون كونتنت، والحلو وي كان انيميت اور اون كونتنت، والاحلى وي كان رندر اور اون كونتنت. شو بدنا احلى من هيك؟ هلا هذا الاساينمنت حيكون له ويك اند، يعني في عندك جمعه وسبت. جمعه بكون عندنا حصه ليفينج لابس سيشن، بس جمعه وسبت استراحه. اوكي بتقدروا تشتغلوا عليه معكم يومين ثلاث ايام، it doesn't matter, you take your time. مش هياخد أصلاً 10 دقائق يا دوب، احكي نص ساعة. أوكي السبت حيكون دايماً في عنا، كل سبت لو يكون في عنا assignment شوي بده شغل، كل سبت حيكون في عنا optional feedback session. أوكي إذا حدا عنده مشاكل أو في إشي مش عم بيزبط معه بيقدر يجي السبت الساعة 6، أنا حكون موجودة فاتحة السيشن عادي، أهلا وسهلا، فوتوا اسألوا اللي بدكم إياه، بعطيكم feedback، بنحل أي مشكلة وكملوا. فهاي اوبشن، اللي بده يحضر اهلا وسهلا، اللي ما بده يحضر، اللي ما عنده اسئله وخلص ختم العلم اهلا وسهلا. عندنا كمان سيشن 5 حندخل اكثر بريسيرش ادفانسمنتس اند كرنت ليميتيشنز اوف هولوجرافيك تكنولوجي. هون راح نحكي عن اجدد التولز، راح نحكي عن اللوكينج جلاس اللي هو متوفر هلا فور كونسيومر ماركتس. تقدر انت تشتري هولوجرافيك ديسبلاي تحطها عندك في المكتب، ما بعرف بدك تعمل فيها، بس يعني حيكون عندك على المكتب هولوجرافيك ديسبلاي. عندنا هولو بوكس وعندنا اللايت فيل تكنولوجي، حكينا عنها المرة الماضية بشكل سريع بآخر ليفينج لاب سيشن. طبعا راح نحكي اصلا عن الاساينمنت 3، حنشوف كل حدا كل جروب شو عملت. بعدين هون حندخل على يونيتي، وي ويل انتروديوس الانترفيس، وي ويل انتروديوس الاس دي كيز. الاس دي كي يعني سوفت وير ديفلوبمنت كيت، هي عبارة عن بلوج ان حندخلهم ونشوف كيف ممكن نعمل هذا الحكي من خلال يونيتي. 30 minutes more than enough. وبحب أحكي لكم إنه هاي السيشنز كلها مسجلة، يعني راح تعتبر tutorials. It will be recorded, it will be uploaded. فat any moment تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوا إيش إحنا عملنا بالضبط خطوة خطوة إذا نسيتوا، وترجعوا تعيدوا نفس التطبيق. بعدين راح نحكي عن the final project outline. The final project outline راح نشرح فيه أكتر إيش هو the final project تبعنا. الفاينل بروجكت حيبلش يعني بأول شهر 3 اللي هو السيشن 5، يعني نص الفصل نص الكورس. كل جروب كل ممبر راح يفكر بفكرتين إلى ثلاثة أفكار، 2-3 ideas لأبليكيشن بسيط بيستعمل augmented reality أو بيستعمل holographic projection. just think of ideas وgo crazy، يعني go creative، ما يعني ما في limitations. إحنا بس نشتغل بالvirtual world، ما في أي limitation، لا physical ولا cost ولا logical limitation. ما there's nothing. It's a limitless field that you can design anything in. فاعملوا اللي بدكم إياه، احلموا. بعدين الجروب they will discuss هدول ال ideas. كل شخص راح يجي يقدم له فكرتين ثلاثة. الجروبس راح ينقوا مين أفضل فكرتين. بتمنى إنكم ما تذبحوا بعض، معلش كل حد أفكاره حلوة، بس نقوا أفضل فكرتين قادرين تطبقوها وعشان نقدمها بالمحاضرة اللي بعدها نتناقش فيها أكتر، وشو ممكن إحنا التولز اللي استعملناها فوق وتعلمناها شو ممكن نستعمل منهم عشان نطبق هاي الأفكار. بالسيشن هاي اللي بعدها سيشن 6 we will utilize 3D models and content for holography and AR development. هنا دخلنا بالزاكي. هنا عنا أول شيء بنقدم الـ final project ideas، بعدين راح نتعلم كيف نعمل augmented reality، يعني حتكون عندنا hands-on learning session. راح أعمل حركة حتعيدوا وراي، أعمل حركة تعيدوا وراي وهكذا. هون راح نعمل الـ 3D models راح نعملهم augmented reality. كل حدا كل جروب حيطلع بأبليكيشن، غير هيك بتخلص السيشن. أنا مش حاطت لها وقت أصلاً، يعني حنقعد 6 ساعات راح نطلع أبليكيشن، يعني راح نطلع أبليكيشن. Each group will make one post on Twitter about their idea concept for their final project. أوكي بمزح، الحين مش هنأخذ كتير وقت، بس يعني فهمتوا علي. حتقدموا الكونسبت تبعكو على تويتر. يعني الأسايمنتس شايفين كتير بسيطة، يعني حطوا example، حطوا screen shot، حطوا concept، حطوا فكرة، فأشياء لطيفة وممكن الناس أصلاً تتفاعل معها. يعني we can share this، الناس تتفاعل تحكي لك أوكي فكرة جميلة، فكرة كيف راح نطبقها، كيف راح نسويها and so forth. السيشن اللي بعدها حندخل أكتر ب bringing holograms into the living room. أوكي يعني
كيف احنا نحط هذا الهولوجرام عندنا في البيت. شو الهولوجرام؟ هو virtual object. كيف نحطه عندنا في البيت ونشوفه؟ we will need a device. يعني بدنا نكون عندنا موبايل وحنحطه خلال augmented reality. اوكي، فهاي السيشن راح تستعمل 3D content اللي عملناه احنا قبل، راح explore unity، راح نعمل simple augmented reality experience، راح نتعلم marker based انه احنا نعمل سكان لصورة ويطلع عليها 3D object، أو سكان لسيرفس لطاولة مثلاً أو للأرض، تكبس على الشاشة يطلع ل 3D object عندك في الغرفة. هاي السيشن it will provide you بال required skills عشان تطور ال final project ideas. أوكي، فهاي الهدف منها أن يعطيكوا skills كمان إضافية لحتى لو كان في حدا حاب يعمل AR application يقدر يطبقها، لأنه we actually did this together. هون ما في assignment الحمد لله. هنا you only practice what you learned and work on your projects. يعني فكروا develop the ideas وحاولوا شوفوا إيش ممكن تجمعوا مع بعض عشان تطلعوا ببرودكت لطيف. هنا برضو نفس الشيء زي ما قلت لكم، السبت حيكون عندنا optional feedback sessions. إذا حدا عنده مشكلة أو مش عارف كيف يطور شغلة في البرنامج تبعه أو بالفكرة تبعته أو مش عارف شو التولز الصحيحة اللي يستعملها، بيقدر يجي يسأل. لو البرنامج علق، لو في بق ما زبطت، لو إشي ليش كتير أشياء بتصير بس تكون عم تحاول تعمل برامج أو خاصة تشتغل مع هاي development software، كتير قصص راح تطلع وأشياء كتير بسيطة بس يعني كل واحد مش منتبه لها. بعدين قربنا نخلص، هم 10 sessions بحب أحكي لكم. يعني session 8 هندخل بالجوي سيستم اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس سيستم. زي ما قلت لكم راح نتعلم كيف نعمل واجهه تفاعليه، انه ايش هي الديزاين برينسيبلز، ان الواحد يقدر يعمل اي ار كونتنت او هولوجرافيك كونتنت ويخليها فانكشنال ابلكيشن. فهي حتكون ديزاين اند بروتوتايبنج سيشن، كيف نقدر نعمل الواجهه. راح نستعمل اونلاين بلاتفورم، حورجيكم كيف تستعملوه. كتير بسيط انه الواحد كيف مثلا يحط كبسه الاكس ستارت، بعدين نيكست، ننتقل للصفحه اللي بعدها، شو الانتراكشن اللي بيصير، كيف يكون الديزاين لطيف. فيعني بيسك ديزاين برينسيبلز عشان نعمل احنا انترفيسز ذات اكشلي ورك. اوكي، ذا فانكشن فور ذا فاينل بروجكت. اخر شيء بعدين عندنا سيشن 9 اللي هي سيشن تفاعليه وجميله جدا وممتعه، قمه في المتعه، كل حدا راح يكون مستمتع بطريقه لا توصف. الفكره منها انه راح نعمل فيرتشوال هولوجرافيك اكزيبيشن مع بعض. راح تكونوا انتم حاطين اصلا المودلز اللي اشتغلتوها، راح احكي لكم وقتها انت تحطوهم، راح نحطهم على الجوجل درايف دوكيمنت اللي فتحناه مع بعض. كل جروب راح تنزل ال 3D موديل تبعها مع بعض بالسيشن. انا راح انزل المودلز واحد واحد، راح نحطهم بهاي الفيرتشوال انفايرمنت، اورجيكم ستيب باي ستيب كيف نقدر نعملهم، نلبسهم ماتيريال هولوجرافيك شيدرز، نخليهم يضووا ويتحركوا ويلفوا في يونيتي، وتعمل انت ويب جي ال، يعني تو اكسبورت هاي الاكسبيرينس كامله زي ما هي كويب براوزر بيست اكسبيرينس. تقدر انت تفتح اللينك وتمشي بالكمبيوتر، تمشي بالتليفون، تمشي وما بدك، تمشي على السطوح، تستكشف هاي الفيرتشوال اكزيبيشن اللي احنا عم نعمله. الحلو فيها انه الاوتبوت تبعكم احنا عم نشتغل مع بعض، عم نطور مع بعض، بس بالاخر حتشوفوا انه كل الشغل اللي اشتغلتوه حينعرض، حينحط في فيرتشوال اكزيبيشن وكل حدا بيقدر يزوره. وانا راح اي ويل بوش انه نحطه على اللاندينج بيج. هاي سمعتني دكتور طلال؟ اي ويل بوش انه نحطه على اللاندينج بيج عشان الناس تشوف شو نتائج هذا التريننج سيشن. هون ما في assignment، خلص هون you will work on your final presentations، يعني فكرتك الأساسية الفاينل. آخر إشي إيش مطلوب منا بالنهائي، اللي هي حتكون آخر session بيوم خميس 17/3. قديش مناسب إنه يوم خميس كل حدا بيروح بيحتفل. تمام، عنا session 10، عنا the participants they will present their final project in PowerPoint format. كل حدا راح يعمل presentation، كل group حيحطوا developed project ideas. يعني إشي كتير بسيط، إحنا مش مطلوب منكم تعملوا برنامج يحطم الدنيا أو حتى يطلع معكم software، مش مطلوب هذا الإشي. إذا بتقدروا أهلا وسهلا، إذا ما بتقدروا that's not what's required. المطلوب إنه إحنا نقدم concept لآب، فكرة، أوكي؟ okay؟ 3D models اللي عملتوها، التولز اللي استعملتوها عشان تعملوا هال 3D models أو هذا الconcept أو التولز اللي ممكن تستعمل لحتى تحقق هذا البرنامج، وصور نهائية لهذا الفكرة. هاي راح أعلمكم برضو كيف تعملوا دايجرامز بسيطة وسريعة إنها تعبر عن الفكرة بأسهل شكل ممكن. زي ما قلت لكم the project will be simple
and should utilize the learned techniques in this course and other courses taken by the participants. هلا رح يمشي كورس VR AR بس احنا رح نحاول نستعمل كل التولز رح نتعلمها بعد الكورس واعتقد انه هذا الكورس يعني كافي وبيغطي السكيل سيت اللي انتم محتاجينها. The outcome of this course will be archived and exhibited. Okay. والparticipants, you can further develop your projects in your own time in the future. يعني وقتها انتم خلاص صار عندكم مشروع جاهز، البرزنتيشن له جاهز، الكونسبت جاهز، التولز عندكم، السكيلز عندكم، it's already published. إذا حابين تروحوا تقدموا له funding يعني you can. لأنه it's there, it's done, it's ready. You have it. You have the tools, you have the skills. You can apply. Final survey, أهم إشي. أهم إشي في العالم السيرفي إنه آخر إشي as a requirement for completing this training you are required to fill a survey. هاي السيرفي رح تعطي feedback على training sessions إذا كانوا مفيدين. You will evaluate the trainer حضرتي. You will evaluate the material اللي تعلمتوها. You will evaluate the tools والtechniques والcourse ووقتها حنقدر نقارن إحنا كيف دخلنا شو كانوا السكيلز اللي عنا وكيف طلعنا شو الoutput شو السكيلز اللي طلعت معنا بالآخر. هلأ هاي السيلابس موجود فيها كل المواعيد شرح كل السيشنز شرح كل الاسايمنتس and so forth. فحبعت لكم إياها كمان هاي حتكون موجودة ومتوفرة للجميع. نروح هلأ أورجيكم إذا شايفين برضو لسه الشاشة عندنا هذا الجوجل درايف دوكيمنت عندنا الكورس سيلابس اللي هي السيلابس اللي هاي الموجودة عندنا اللي شفناها هلأ معلومات الكورس عندنا الانيشل سيرفي اللينك تبعها وعندنا محتويات ويك 1 الأسبوع الأول فيه software اللي هو بلندر. لما نروح على group formation اللي بدي اياكم تفوتوا عليها بس يصير عندكم اللينك حيكون هيك شكل الجروب formation. هذا الشيت كل حدا بيقدر يفوت ويعدل عليه يسوي اللي بده اياه. group name example اعطوها اي اسم holographic بترا super groups the engineers virtual builders فريق الكابتن ماجد ابطال الملاعب ابطال الديجيتال اللي بدكم اياه سموا اللي بدكم اياه اسم الجروب. هذا الاسم الجروب راح يكون اسم التويتر اكاونت تبعكم تمام على اساسه كل واحد بيختار اسم بيحط اسم اعمل اللي بدكم اياه الف ونقابه المهندسين اطباء المستقبل اللي بتحبوا وحطوا اسماء البارتيسيبنتس اسماء كل شخص في الجروب انه هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص. اذا في حدا حابين تشتغلوا معه اكتبوا اسمكم مع بعض ضل في 3 و4 خانه مثلا مش موجودين انا بعبيهم من البارتيسيبنتس المشاركين اليوم هلا حاخذ سكرين شوت انا حعبي اسماء الاشخاص. يو كان انتر ات اني تايم تشوفوا مين معكم بالجروب تحطوا الايميل تبعكم عشان تتفقوا بعدها وقتها بعد هذا الاشي حيصير كل جروب قادر تتواصل مع بعض اختاروا اي مثل تحبوا تتواصلوا بتحبوا تاخذوا تعملوا واتساب جروبس تحبوا تتفاعلوا فيا ايميل يعني ابطا اشي في العالم بس برضو بزبط زي ما انتم حابين وحيكون هذا اللقاءات اللي حتكون معنا والاسايمنت زي ما انتم شايفين كتير بسيطه يعني لو خططوا مثلا كل اسبوع او كل اسايمنت يعمله شخص من الجروب مثلا شخص يعمل اسايمنت 1 شخص يعمل اسايمنت 2 شخص يعمل اسايمنت 3 وتتناقشوا فيهم برضو كتير بسيط وبزبط والفكره من الجروبس بس انه بالفاينل بروجكت نقدر نتناقش بالافكار اللي بتطلع معنا وتنقوا أفضل أفكار وعلى أساسها تقدروا أنتوا تقدموا فكرتكم بوجهات نظر مختلفة يعني يكون مثلاً اللي تخصصه أركيولوجي أو هيستوريان والشخص اللي تخصصه مثلاً بيعرف أكثر بالديزاين واللي بيعرف بالعمارة واللي بيعرف بالآي سي تي واللي بيعرف بالتوريزم والتوريست جايد واللي عنده خبرة في ستوري تيلينج كلهم يجتمعوا مع بعض ويعطوا فكرة ماخذة من جميع أوجه النظر يعني جمعة بين كل هاي التخصصات وهيك بنكون إحنا حكينا عن group work. Yes. Can you please repeat the idea of the groups in English? Okay, تمام. If you open the Google Drive document, which you will have the link to by the end of this session, I will send it immediately on the WhatsApp group. You will go to group formation and you will enter the Excel sheet. If there's someone that you already know that you want to work with, you can write a group name. I provided a few examples here. Some are weird, some are funny, some are anything that you actually want. Your childhood, I don't know, comic book, your favorite story, whatever you feel like. Sign up your name, put your names. If there are, there should be 4 groups, 4 people in each group. If there are more, we can actually work with it. It's fine. I will capture the names of the participants right now from the sessions and I will fill them up randomly.
so each person can know who's working with them. And then you provide your emails and you choose the method that you want to communicate with, whichever is easier for you. If you prefer WhatsApp, if you prefer, I don't know, Slack, if you prefer Teams, Zoom, email, which is the slowest communication method ever. But if it works for you, it works. And the point is that from the group works, the main focus is that you will be able to develop your ideas by utilizing the knowledge from multiple disciplines. So if you have someone that's working in the tourism sector, and you have someone who's working in information communication technologies, and you have someone who's working in, let's say, is a historian or works in archaeology, archaeological conservation, and so forth, you will have multiple perspectives that can further develop the idea to include all those ideas and make it quite more polished. So that's the point of the groups. This will be arranged. So if you know someone that you would love to work with, just write your name already, just do whatever. If you don't, I will assign them randomly and you can get to know each other. It's okay. We're human. Meet each other, love each other. And yep, that's basically the idea of the groups and the syllabus in detail. And exactly, we finished in 57 minutes, perfect timing. I will provide the links for everything that you need immediately now on WhatsApp, so you will have access to everything. In week one, you can go to the software and install Blender. I will also remind you tomorrow to actually install it. So because we have in the following section, we'll actually learn more how to use it and how to import 3D models and so forth. The initial survey, I will post the link also over here. So, and you have the course syllabus in this folder. You can go ahead and take a look at it, take a look at the assignments, the format of the submission if you forget. Point is that the name of the group here is going to be your Twitter handle, the name of the group, the Twitter account that you have. So make a fake account on Gmail, whatever like domain that you choose. Just make an account or your own account and create a Twitter account with the name of the group so you can actually post your assignments and tag the iHeritage Living Labs and iHeritage Joe and so forth. I will provide you with the exact details of what to tag, because I will also correct and I will also share and see the assignments if you tag the account, because I control the account for the iHeritage Joe. And yep, that is basically it. We have everything, we covered everything, the training, the details, the content, the assignments, the group work, the syllabus, the timing and everything. So I hope everything is clear. And if anyone has any questions, please let me know. Right now I will take a screenshot of the participants today so I can actually assign you to groups. And yep, that's it. Is أي حد عنده سؤال? Please feel free. إنكم تسألوا. Yeah. Before that. Yep. وقبل ذلك, first of all, I want to stress that we will give certificates of attendance and success for the training, provided that since we have, I was saying 95% of the sessions. But since we have 10 sessions, it will be 9 out of 10. Although originally I planned 20, so there is a possibility, we don't know yet, that these sessions could be increased. We will see how things go there. زي ما سبق وقلنا, الحضور حتى تحصل على شهادة حضور ونجاح في الدورة, يجب أنك تحضر 95% من المحاضرات, ولكن بما أنه إحنا عندنا 10 أيام أو 10 محاضرات, حضور 9 بيكفي أنك تحصل. وأيضا يجب أنك تشارك وتساهم بالتمارين والفروض الواجبات اليومية اللي بتعطيكم إياها المهندسة نرمين. You also need to actively participate in the groups in order to be trained and take part in the production of all those holographic programs that
Engineer Narmeen is suggesting for you. We might have more than 10 sessions, but we will see. Because originally we planned 20 sessions. So if there is a need or if there is an important reason, we could increase the number of lectures. Okay, now if you want to ask any questions, please go ahead. بعد اذنك دكتور طلال في نقطة مهمة هلا شهادات الحضور راح تكون شهادات حضور هلا هي مش شهادة جامعية ولا هذا لا ما بنقدر نكتب شهادة حضور ونجاح طالما ما في امتحانات كانديكيتر بانها تحدد انه نجح او لا هي راح تكون شهادات حضور لحظة دكتور انا حكيت هيك بالضبط بالضبط شهادات حضور سيرتيفيكت اوف اتندنس ولكن ضروري انه الشخص يساهم في التمارين المطلوبه منه يعني بدون المساهمه بالتمارين ما بتعلم شيء so you need to participate in the group very effectively in order to get a certificate of attendance this is not a degree like a diploma or PS or it's just a statement that says you attended the sessions and you did the exercises, you completed your role or your duties towards this course. Okay. دكتور طلال؟ نعم تفضلي. معلش بس بدي اسال من اي ساعة لاي ساعة التمرين؟ عادة لا التمرين هذا إيش ثاني. لا يعني الكورس أظن بدكم تعملوه خارج المحاضرة. لا المحاضرة قصدي وقت المحاضرة. عادة من الستة للسبعة سبعة ونص لأنه يعني منقضي حوالي الساعة نحكي ولكن لازم يكون في نص ساعة أسئلة وأجوبة ممتاز أوكي؟ ممتاز أي أسئلة أخرى؟ أوكي نرمين يعطيك العافية شكراً احنا بنتطلع ضروري ارجوكم يعني اذا ما بدك تحضر على طول مش هتستفيد لذلك قرر وتحمل بالطبع بعرف انه الانسان الساعه 6 بنهايه الدوام اذا كنت عم تشتغل او بنهايه الصفوف في الجامعه لكن اذا ضغطت على نفسك إن شاء الله إنك بتستفيد زي ما قلنا إنه الـ virtual reality شيء مهم للمستقبل so I hope that you will be very conscientious about attending all the sessions to get the maximum benefit وشكرا we will see you I think tomorrow يس بكره وخليني بس انوه انه السيرفي حاولوا عبوها اسرع وقت ممكن عشان اقدر اوزع الجروبس حسب الاسماء يا بالله عبوا السيرفي بسرعه بليز فيل ذا سيرفي از سون از بوسيبل هلا اللينك بوصلكم على الواتساب نعم بقول اللينك بوصل على واتساب وعندنا دكتوره لين فخوري بدها تحكي ماي كويشن از انه اللينك هاو دو وي فايند ذا لينك على الواتساب جروب على الليفنج لابس هلا راح ابعث اوكي راح تبعته علي ثانكس وبنبعته ايميل مهندسه لينا بالله ابعتيه على الايميل برضه لكل الجروب او نرمين تمام هلا ببعته يو هاف ذا ايميلز يا اوكي 100 تمام يعطيك العافيه طيب اوكي يلا هاف ا نايس ايفنينج يو فيري ماتش اند سي يو تومورو شكرا اهلا يا باي باي